إذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعي الكرام متواصلين بمتابعة تعداد أشواطنا المتواجدة لهذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. كل توفيق لجميع المشاركين والحظ الأوفر للذي لم يحالف الحظ المرات القادمة له الإنجاز المستمر. شوطنا تمت إعلان انطلاقته منذ قليل، يحمل بطياته عنوان الإبكار المحليات الأصيل لسن الإذاعة، ولكن بعود بالتهاني والناموس للمرة الثاني على التوالي. التهنئه لابو احمد عبد الله بن احمد بن عود الرميذي، كان مرافقنا عن طريق الشقر الذي حمل الابداع الكبير وحمل الانجاز المتميز. شوطنا يسير منذ قليل، الرحله شاسعه بالفعل بالاسماء المتزينه عبر هذه الاثار الجميله. تابع العزوم على الانطلاق الاول ناصر عبد المحسن بن ناصر يتولى مسار المتابعه. شكرا للهاجري على متابعه هذا المسار. نقلة تالية عن طريق هملولة، وصل أبو هلال المتابعة، علي بن هلال بن مران المنصوري المرافق والمتابع عبر هذه الإنجازات المتميزة، حيث أن تابعنا الكثير من الأسماء الذي قدمت لها الشكر والتقدير على حسن المتابعة. تابعنا الكثير من الأسماء الذي تشاركنا بهذه اللحظات الجميلة، الذي تشاركنا بهذه الإنجازات المتميزة، حيث أن تابعنا منذ صباح هذا اليوم كثير من الإبداع المتميز. ونتمنى التوفيق للجميع، العودة إلى ركب البداية، العودة إلى الحوار الجميل، صراع ما بين هذه الأسماء المشاركة. نعود مع مصورنا ياخذنا جولة متميزة على الانطلاق الأول. شكرا يا أبو هلال الذي غاد صلب الانطلاق الأول، يتولى السلالة الهملولية على الابتعاد الأول على الانطلاق الأول. هناك علي بن هلال بن مران المنصوري يغوت سكان البداية، يتحكم بفارق جميل للغاية، ولكن المركز الثاني أوه يا العزوم، العزوم الذي تعزم الذي غادم بكل قوة المرافق. هناك أبو عبد المحسن ناصر عبد المحسن بن ناصر الهاجر المتابع، نرحب بأجمل ترحيب، نرحب الجميع للمشاركة. انطلاق جميل متميز ما بين هذه الأسماء المشاركة. هذا الشوط ما قبل الختام الذي حمل بطيات عنوان الإبكار المحليات الأصايل لسن الإذاع. الرحلة هي الخمسة كيلومتر المتميزة الذي تحمل الكثير من أسماء المشاركة والعملاقة، ولكن وين يا بن مران؟ الوين بنطرش السلام لكم يا هالي، يا هالي الوثبة الذي مستقيم هذا الشعار المتميز، ولكم يا آل العاصمة أبو ظبي الحبيب المتميز هذا الانطلاق. إذا دير البال وشد الحيل يا أبو هلال، دير بالك دير بالك، الغدوم على المستوى الثاني، العزوم العزوم، سلالة جميلة للغاية. المرافق المتابع ناصر عبد المحسن بن ناصر الهاجري على المستوى الثاني، وعين إلى صدارة هذا الشوط. يبقى الناموس مطلوب للغاية، الناموس للمحليات الأصايل. رحلة بالفعل اسماء، ولكن وين؟ ما شاء الله أشوف الابتعاد رويدا رويدا. من له الانتصار ياتي، من له الابتعاد ياتي، من له التحرك انطلق على البداية. راقب لي إشعار بن مران، راقب لي يهيمن، راح أبو هلال راح يهيمن على الصدارة، يهيمن عندما تعودنا، عندما تابعنا هذا الشعار الذي سطر حروفا من الإبداع، الذي سطر إنجاز في إنجاز، ولكن
الذيب لا يهر ولا العبث. وصلت العزوم غادمة بكل قوة، غادمة بكل قوة، لافتة الكيلوين خلصنا 3 كيلومترات، أو هناك متبقي لدينا الكيلوين الأخيرين بقيادة جميلة. السلالة الهملولية هي تفرض نفسها في نفسها على الابتعاد الأول، على الانطلاق الأول، ما صدرت أوامر، حيث أن منفردة بذاتها منفردة يا بن مران، ولكن دير بالك بن سفر قادم بكل قوة، هناك الهاجري قادم بكل قوة، دير بالك دير بالك، هل السمح هم أو هل الفلاح قادمين للمشارقة، الموقف خطير للغاية، التسلل ما بين هذه الأسماء، الشعارات المتواجدة نحو الأصالة والأنجاد، ولكن وين؟ بدينا بالعدو التنازلي، لافتة 1500 متر هي المرحبة، هي المتابعة لهذه الأسماء المتزينة على الانطلاق الأول، ولكن وين يا بن مران؟ أسعد صباحا بقول خلاص إذا صح التعبير بالمتابعة، هناك على الانطلاق الأول هملول المصر الأغرب، هملول على صدارة علي بن هلال بن مران المنصوري يرافق المستوى الأول، ولكن جولة لأشعار أبو بدر الذي قادم بكل قوة على المستوى الثاني، ناصر بن عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري يتواجد أبو بدر بكل قوة، عينه إلى مسار التحرك، عينه إلى إنجاز هذا الشوط، بدينا نقترب رويدا رويدا إلى هذا الكيل الأخير، خلصنا 5، خلصنا 4 كيلومترات، بدينا بالعدد التنازلي، بدينا بالعدد التنازلي خلاص. دير البال يا بن مران دير البال، اشوف العزوم بدات بالتحرك، اشوف العزوم بدات بالانطلاق، يا سلام يا سلام، الامور بخطر والله، الامور شاسعه جديه، بدات بهناك التحرك على الانطلاق الاول، ولكن اعصابه في ثلاجه بن مران، ما صدرت الاوامر، ما صدرت الاوامر، الجوكي محنط بدون اوامر، حيث انه على ما اعتقد هناك البتري محطوط بالسياره، ما يشتغل الالي خلاص. خلاص مسيطر سيطرة تامة، ولكن العزوم، العزوم لا يذيب لا يهر ولا العبث، سلالة السراب الغنية على التعريف، اتحرك ابو عبد الرحمن هناك على المستوى الثاني، يا سلام ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الذي يتواجد على المستوى الثاني، وتسلل على الصدارة، يروح على الصدارة، يا سلام يا سلام يا سلام، العزوم العزوم والجماهير العزوم، الله عليك، أشوف أصغر مالك يتابعني بهذه الرياضة المتميزة، شكرا يا أبو ناصر، شكرا للمتابعة، ولكن هناك هملولة هملولة تعود إلى مجاريها المتميزة، انطلقت بفارق متميز، راحت على صدارة. سلام لأهل الوثبة، سلام سلام لبن مران، سلام تحية لأبو هلال، تحية عصا تابع الأبطون، ما صدرت الأوامر، ما صدرت يا أخوي، حرك 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 الآلي خلاص، اقتربنا، سلام سلام لأهل الوثبة، سلام، التحية موصولة لأبو هلال علي بن هلال بن مران المنصور العزوم، قدمت عرض، اشكر عليه، والشكر لناصر عبد المحسن بن ناصر الهاجري، شكرا على متابعة هذا الإبداع الكبير، شكرا لجميع المشاركين.